السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة الاطفال نقدم لكم حبيبي الحلوين، يا رب دايما مبسوطين بيت بابا منورين. ورجعنا النهاردة بحدودة جميلة مسلية ومفيدة. حدوتة النهاردة عنوانها صديق الثعلب. شاهد الثعلب الأرنب البني والأرنب الرمادي يلعبان فوق العشب الأخضر، ثم شاهدهما تسابقان في صعود التلة، ثم عاد فشاهدهما مستلقيين تحت الشجرة وهما تحدثان. فدنا منهما وسألهما: أراكما دائما معا؟ ألا توجد أرانب أخرى تلعبان معها؟ أجابه الأرنب البني: ألا تعلم أننا صديقان وأن الأصدقاء يقضون معا أكثر الأوقات؟ قال الثعلب: ماذا تقصد بقولك صديقان؟ قال الأرنب البني: ألا تعرف ما هي الصداقة؟ قال الثعلب: لا، لم أسمع بهذه الكلمة من قبل. قال الأرنب البني: لن تعرف الصداقة إلا عندما تجد رفيقا ترتاح إليه ويرتاح إليه، وتكون صادقا في معاملته ويكون صادقا في معاملتك. وأضاف الأرنب الرمادي: وتساعده عندما يحتاج إليك ويساعدك عندما تحتاج إليه. عندما سمع الثعلب كلام الأرنب البني قال: سأبدأ من الآن بالبحث بين الثعالب عن صديق لي. قال الأرنب البني: ليس من الضروري أن يكون صديق الثعلب ثعلبا، فأنت تستطيع أن تصادق من تشاء من الحيوانات.